وهو بعدد 29 أصح 42، فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين: تكلم معنا الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض. فقلنا له: نحن أمناء لسنا جواسيس، نحن 12 أخا بنو أبينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الأرض: بهذا أعرف أنكم أمناء، دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا، واحضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء، فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض. وإذ كانوا يفرغون عدالهم إذا سرة فضة كل واحد في عدله، فلما رأوا سرر فضتهم هم وأبوهم خافوا. فقال لهم يعقوب: أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه، صار كل هذا علي. وكلم رأوبين أباه قائلا: اقتل ابني إن لم أجئ به إليك، سلمه بيدي وأنا أرده إليك. فقال: لا، ينزل ابني معكم، لأن أخاه قد مات وهو وحده باق، فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون بشيبة بحزن إلى الهاوية. يعقوب قال كلمات قوية جدا في هذا المكان، عندما تكلم مع أولاده في الورطة التي هو كان فيها، وهم يريدوا أن يذهبوا ويأخذوا أيضا ابنه الصغير معهم، وقال لأولاده: أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود. يوسف هو الشخص اللي باعوه أخوته إلى أرض مصر، وهو بالنسبة له مات، لأنه لما باعوه إلى أرض مصر ذبحوا هناك يعني حيوان، ولتوا القميص الملون اللي كان يوسف يلبسه وجابوه لعند أبوه وقال له: تحقق، أليس هذا قميص ابنك يوسف؟ وحشا رديئا افترسه. وفعلا بالنسبة ليوسف كان مفتكر أنه يوسف، بالنسبة ليعقوب عفوا، كان مفتكر أنه يوسف مات. وشمعون هو الشخص اللي أبقى يوسف عنده هناك يعني كرهينة لحتى يرجعوا يجيبوا بنيامين، فقال لهم: يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه، صار كل هذا علي، صار كل هذا علي. يمكن أنت في الصباح عم بتقول نفس الكلمة اللي بقولها يعقوب في هذا المكان: صار كل هذا علي، أي ضدي، أي صار كل هذا في حياتي من مصائب كثيرة، فماذا يمكن أن أفعل؟ ماذا يمكن أن أفعل؟ صار كل هذا علي. في هذا الصباح أريد أن أتكلم لماذا يسمح الله في كثير من الأحيان أن يصير هكذا أمور علينا أو ضدنا. دعني أقول بالبداية بأن الله لا يعمل أي شيء من غير قصد، ولا يسمح بأي شيء من دون خطة في حياتك وحياتي. كثير من الأوقات نحن منلوم الرب على الأشياء الغلط اللي بتصير في الحياة. كثير من الأوقات نحن منقول لو كان في الله ليش لحتى يسمح أنه يكون في مجاعات في أفريقيا، وليش لحتى يسمح يكون في زلازل في العالم، وليش لحتى يسمح بالحروب، وليش لحتى يسمح بالقتل، وليش لحتى يسمح. وكأنه نحن عم نلوم الله على كل الأمور اللي الإنسان عملها. هل في يوم من الأيام افتكرت بأنه شر الإنسان هو اللي وصلنا له الأمور هيدا؟ هل في يوم من الأيام افتكرت بأنه الحقد اللي موجود في قلب الإنسان اتجاه أخيه الإنسان من البداية، من عندما قتل قايين هابيل إلى أن قتل كل أنبياء الله كما يقول الرب يسوع المسيح، من زكريا بن برخية إلى من هابيل إلى زكريا بن برخية الذي قتل وراء المذبح، كل أنبياء الله لما بيحكي عنهم بسفر الرسالة العبرانيين بيقول اضطهدوا، نشروا، عذبوا، وعملوا وصار في كلهم في حياتهم كل هذه الأشياء. This morning I'd like to just speak very briefly on why does God say that some things I have a real purpose when I allow them in your life.
Jacob in this place said, all these things are against me. And you perhaps are saying this is the very same thing. Why are all these things against me? The very first thing that I'd like to say is, God does not do evil against you. It is man who actually allows these things to happen in our lives. Whether it's wars and the killings that happens in wars, or whether it's famines. Do you know that in Africa we have the 10 richest presidents in the world, yet Africans are actually dying of hunger, starving? There's some problems there in the corruption of the heart of man. It's not that we don't have enough food in this world, no. The problem is a problem of distribution. And that's because of the greed of man. That's because of the evil and the wicked heart that man has within him. But God sometimes uses even the wickedness of man for his purposes. And this is what we want to see this morning together. Why did this happen to Jacob? Why is this happening to me? Why is this happening to you? Why is this happening to all of us this morning? It's because of the evil of man's heart. But at the same time, because God allowed it for a purpose in our lives. خلينا نقول في المكان الأول بأن الله يسمح في أن يكون هناك مصائب أو مشاكل في حياتنا وفي حياة الخاطئ بشكل خاص لكي يستطيع أن يخلصه. لكي يصل إلى النقطة التي فيها يصرخ إلى الرب من أجل خلاص نفسه. The very first thing that I'd like to say that God allows some things to be against us, especially when we are still sinners away from God, not believing in His Word, not believing in His Son or the solution that He provides for us, is so that we can actually reach the end of ourselves and cry out for Him to save us. في حياة الإنسان الخاطئ الله يسمح بأن يكون هناك مشاكل. لماذا؟ لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر قد أعطي تحت السماء بين الناس به ينبغي أن نخلص. For there is no other name given under heaven amongst men whereby we could be saved. God wants you to realize that you and I cannot save ourselves by ourselves. الله يريدنا أن نتحقق من أنه لا يمكن لإنسان أن يخلص نفسه بنفسه. And that's why we actually experience some things. Sometimes it's because of our own sins. You remember the story of the prodigal son in the New Testament. In Luke chapter 15, تذكر قصة الابن الضال في العهد الجديد. في لوقا صح 15 بيقول إنسان كان له ابنان. قال الأصغر لهما يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. وبالفعل قسم له معيشته ومن ثم ذهب إلى كورة بعيدة وبذر ماله بعيش مسرف. وعندما نفق كل الأصحاب ونفق المال يقول ذهب ابتدأ يحتاج وذهب ليطلب عملا فأعطاه أحد الأشخاص عمل في أن يطعم خنازير. والكتاب يقول وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب التي تأكله الخنازير. This is the story of a prodigal son, which the Bible speaks about in Luke chapter 15, and that's where it says that a man had two sons. The younger one said to his father, "Give me my part of the money, so that I could my inheritance, so that I could go and live it up." And sure enough, he took his part and went away into a far country, and there he spent it all in such a wicked life. And the Bible says, when his money ran out, his friends ran out, and he began to be in want. Why did this all come upon me? Because of my own sin. لماذا صار كل هذا علي؟ بسبب خطيئتي. يعقوب محتال كبير. لما بتقرأ قصة يعقوب بتشوف فعلا نعمة الله الحقيقية. سرق البكورية من أو اشترى البكورية اشترى البركة من أخوه وسرق البكورية منه وكانت يعني مثل ما بقولوا مشكلة كبيرة بالبيت. مثل ما هو خدع أبوه خاله خدعه
ومش بس خاله لكن أولاده كلهم كذبوا عليه. وحالته اليوم حالة مذرية جدا، وصل فيها لنهاية نفسه بسبب خطاياه. أنا أطلع على مثل تاني من العهد القديم، إذا منشوف قصة ابن ضال تاني اسمه منسة في سفر أخبار الأيام الثانية صح 33، بيحكي عن منسة وبقول عن هذا الملك اللي كان أبوه يعني شخص قديس جدا، كان اسم هالملك هيدا أبوه اسمه حزقية، لكن منسة كان إنسان يعني شرير لآخر درجات الشر. بقول عنه كان منسة ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. It says about him that Manasseh was only 12 years old when he began to reign and had reigned, and he reigned for 55 years in Jerusalem, but did that which was evil in the sight of the Lord, like unto the abomination of the heathen whom the Lord had cast out before the children of Israel. He went back and built all the high places, and he sacrificed to idols instead of God, and he did all that which is evil. He built altars to the host of heavens. But the Bible says that when God spoke to Manasseh, his heart was broken and he hearkened not unto the Lord. بعد عشرة بيقول وكلم الرب منسّى وشعبه فلم يصغوا. بعد 11 بيقول فجلب عليهم رؤساء جند ملك أشور، فأخذوا منسّى بخزامة وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به إلى بابل. ولما تضايق طلب وجه الرب إلهي وتواضع جدا أمام إله أبائه. So when he did not heed unto the word of God, the Bible says that God the Lord brought them the captains of the host of the king of Syria, and they took Manasseh among the thorns and bound him with fetters and carried him into Babylon. And the Bible says in verse 12, and when he was in affliction, when he was afflicted, he besought the Lord his God, and he humbled himself greatly before God of his fathers. لما تضايق. You know why God allows some things to be against us? So that we can reach the end of ourselves. Because the end of ourselves is the beginning of the work of God. ليش الرب بيسمح ببعض الأمور أنه تصير علينا؟ بسبب شرنا وخطايانا؟ لأنه نهاية أنفسنا هي بداية عمل الله في حياتنا. وخليني أقول لك، ما في أي عمل للإنسان بيقدر أنه يخلصه. كثير من أديان العالم بتقلك لازم تعمل، لازم ما تعمل، لازم تعمل هالأمور هيدا وبتلزمك أنك تعملها وبتحرمك عن أمور تانية. لكن السؤال هو، هل هاللوائح اللي بيعطونا إياها كاملة؟ السؤال الآخر هو، هل أنا عم بعملها بالشكل الكافي ليرضي الله؟ لا يمكن أحبائي أن الإنسان بأعماله يستطيع أن يرضي الله، لأنه بأعمال الجسد لا يتبرر ذي جسدين، بأعمال الناموس لا يتبرر ذي جسدين أمامه. الكتاب المقدس واضح وصريح بأنه مهما عملت لا يمكن أبدا أن ترضي الله بأعمالك، لأن الله يرضى فقط بشيء واحد، بالإيمان، أن تؤمن به. ما معنى أن تؤمن به؟ أن تتكل عليه، أن تسلم له التسليم الكامل. None of any works that you could do can save you. You know, we have lists of to do and lists of not to do. How do I know that these lists are actually complete lists? How do I know that I am doing what I'm doing in a complete way that would actually be approved by God? The truth is, no work can ever please God. The Bible says, without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of them that believe on him. لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأن الذي يأتي إلى الله يجب أن يؤمن أنه موجود، وأنه يجازي الذين يتقدمون إليه بالإيمان. What does it mean to have faith? It's more than just believing. It means to depend upon him. It means to surrender to him. It means that I will trust him in all the ways of my life and not trust my own understanding.
When you accept God's solution to the problem of my sin and your sin, when you accept that Christ Jesus came into this world to save us, that's why he was born of a virgin. That's why he lived a life without sin, but he died, which means he paid the penalty of sin. Why? Because he paid the penalty for my sin and your sin. His death on the cross was for our redemption. That is God's solution. And that's why we have so many things against us, so that we come into affliction, that finally we cry out to God, Lord God, have mercy on me. Save me, and I receive Jesus Christ as my personal Savior. نعم إن موت الرب يسوع المسيح على الصليب هو موت كفاري وفدائي. لهذا ولد من عذراء. لهذا عاش بلا خطية. لكنه مات على الصليب. والتاريخ يشهد ويقول بأنه مات. فلا تدع أحد أن يقول لك بأنه لم يمت أو لم يصلب. إنه صلب والتاريخ يشهد لذلك. وصلب ومات من أجل أن يدفع أجرة الخطية، لأن أجرة الخطية موت. لكنه كان بلا خطية، فأجرة خطية من دفع؟ إنه دفع أجرة خطيتي وخطيتك. نعم، هو الذي قال عنه يوحنا المعمدان، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هو يسمح بأن تصير هذه الأمور علينا لخلاصنا. لك كقديس ولي كمؤمن في المسيح يسمح الله بأن تصير بعض الأمور علينا، ليس فقط لخلاصنا لكن أيضا لقداستنا. Not only for our salvation, but for our sanctification. You say, but I'm a Christian, but some things are still happening against me. Why is all these things against me? As Jacob cried out. لماذا كل هذا صار علي كما صرخ يعقوب؟ لأن الله يريدك أن تتقدس. يريدك أن تتخصص وتفرز له. ويريد أن يستخدمك لكي تكون خادماً أميناً مطيعاً له. Listen to what Paul the Apostle says in Romans chapter 8 and verses 28 and 29. اسمع ما يقوله بولس الرسول في رومية أصحاح 28 عددين 28-29. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. Listen to what the Bible says in Romans chapter 8 and verses 28 and 29. The Bible says very clearly. For we know that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to his purpose. Why? For whom he did foreknow, he did also predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. قصد الله في حياتك وحياتي أن يقدسنا. قصد الله أن يربينا كأولاد لحتى نكون مشابهين صورته. وهذا ما يقوله في عبرانيين صح 12. And this is exactly what God says in Hebrews chapter 12. That whom he loveth, he chasteneth. يقول لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. لماذا يؤدب الأب ابنه؟ لكي يصححه. لكي يعطيه أن يكون في الطريق الصحيح. وكلمة الله أعطيت أحبائي. كما هو مكتوب كل الكتاب هو موحى به من الله نافع للتعليم والتأديب والتوبيخ للتأديب والتقويم الذي في البر. يعني the Bible says in verse in 2 Timothy chapter 3 in verses 16 and 17, for all scriptures is given by inspiration of God and is profitable unto doctrine, unto reproof, unto correction, unto instruction in righteousness. What does that mean? It means that God's word teaches what is right. God's words also convicts us when we're wrong. God's word actually corrects us so that we can make that which went wrong in our life to be right again. And God's word always instructs us to be on the straight and narrow way. Why? That the man of God may be ready, thoroughly furnished unto every good work.
ليش كلمة الله أعطيت لنا؟ لتعلمنا ما هو حق، لتصحح طرقنا، لكي تؤدبنا وتسلكنا في الطريق المستقيم. لماذا؟ لكي يكون إنسان الله كاملا ناضجا مستعدا لكل عمل صالح. That is the sanctification that God seeks in our lives. But not only that, God did not save us only to take us to heaven, but to sanctify us and to use us for His glory. The reason why all these things is come upon you, that you may realize that it is my way, the best way for you. لماذا صار كل هذا علي؟ لأن الرب يحبك، وهو يريد أن تعلم بأنك أنت بخطيتك وبشرك وبأنانيتك، وأنا بنفس الشيء، كلنا مضروبين بنفس الخطية أحبائي، كلنا معجونين بنفس العجنة، ما حدا منا بار، ما حدا منا كامل، الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. ليش بيسمح الرب للأمور هذه تصير علي؟ من شري، من شر الناس الآخرين في حياتي، كله لأن الرب يريدني أن أعرف بأن طريقه هو ليس طريقي أنا، هي الأفضل لحياتي. خطته هو ليست خطتي أنا، هي الأفضل لحياتي. الحل عنده ليس عندي. خليني لك في الصباح، ليس خلاص لا في كنيسة ولا في كاهن ولا أسيس ولا في طائفة ولا بأي شيء بالدنيا كلها، لكن الخلاص هو في عمل يسوع المسيح الكفاري على الصليب. There is no church, no denomination, no priest, no pastor, no one ever other than the Lord Jesus Christ who can save you. Christian, no one else can sanctify you. No one else can use you in his service. It is, you know, listen, Christian service is not me serving God. It is God working through me. So let's surrender to Him. Let's have faith and trust in Him. Why is all these things against me? Because God wants to know that He is preeminent, all in all, in your life and my life. لماذا صار كل هذا علي؟ لأن الله يريد أن يكون متقدما في كل شيء، لكي تعلم بأنه هو كل شيء، ونحن له ملكه خدامه، نسلم لأمره، له كل المجد. دعونا نصلي. يا أبانا السماوي، نشكرك لأنك أنت تسمح في أن تصير أمور كثيرة على حياتنا، لكن يا رب نعرف بأنك أنت دائما تصرخ وتقول أفكاري من جهتكم هي أفكار سلام لا شر، لكي أعطيكم آخرة ورجاء. Lord, we know that you always tell us that your ways concerning us, your thoughts concerning us are always thoughts of peace, not of evil, that you may give us good ending, good future. Lord, thank you for your love. Thank you for your ways. Help us to surrender and have trust, to have faith in you, in your ways, in your word, to love you with all the heart, and to completely depend on you, trust you, trust your word. Trust the finished work of Christ on the cross for our salvation. Trust the work of God's Holy Spirit in our work, in our life for sanctification. And trust you to do not only for us and in us, but through us in Christian service for your glory and honor. يا أبانا نستودعك نفوسنا حتى أنت كما عملت من أجلنا تعمل فينا وتعمل من خلالنا لمجدك أيها الآب باسم المسيح يسوع. أمين. بالدم شعبك يتقدس، بعمل صليبك يا مخلص، واحنا جينا لك نتخصص، شعب المسيح مفروض، عشان كلامك انت الحق، وغير كلامك ما هوش حق، حنرفضه ونقول له لا، وبالوصايا نلوذ، يا
يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس. شعبك هنا واقف أمامك جاي بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس جاي غرض ما تشكلنا، ده احنا عملك يا جبلنا، اينا كرامة حتعملنا بروحك القدوس، ونعيش عشان نخدم شخصك مجد كرامات كل اسمك. شباب كتير يتقدس لك وسر معك محفوظ. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس. شعبك هنا واقف أمامك جاي بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس بيوت عبيدك تحفظها، تمد ايدك وتصونها، صوت الترنم يغمرها، نجيب حضور ملموس. مفيش مثيلك يا غالب، تصنع لشعبك عجايب وتحفظه في التجارب، وابليس يعود مفروس. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس. شعبك هنا واقف أمامك جاي بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس فضينا منها يدينا، لا تخصنا ولا هشنينا، بالتقوى وقدس السيرة ما هيش لنا وفلوس، ولا احنا حنكلبش فيها وتقت قدم من عديها، لكن قلوبنا ما تبغيها عبرين بعزم دوس. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس. شعبك هنا واقف أمامك جاي بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس